سكان غزة بالكامل سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأسابيع المقبلة، وخطر مجاعة يتزايد يومياً. هذا ما كشف عنه تقرير لبرنامج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IBC المدعوم من الأمم المتحدة. الأوضاع التي وصل إليها المدنيون في غزة سببها الدعم غير المحدود من الدول الغربية لحرب قوات الاحتلال على القطاع، والصمت المطبق من المجتمع الدولي عن استمرار الجرائم ضد المدنيين في وقت تزعم قوات الاحتلال أنه لا يوجد نقص غذائي في القطاع لتبرر استمرارها في تدمير غزة وقتل وتهجير سكانها. فيش عارجي عنا نوبل بنمشي حالنا تمشي يا ربع رغيف نص رغيف وعلى كذا بنشبع حالنا تشبيع بسيط عشان نمشي بقية يومنا بننام بجوع. يعني عندما ما نيجي ننام باجي باخذ من أمي أكل بتقول لي خليك ساكت لأنه فيش أكل أصلا في القطاع. ليس فقط تقرير البرنامج المدعوم من الأمم المتحدة من دق ناقوس الخطر بخصوص تعرض المدنيين لفقدان الأمن الغذائي، إذ أكدت منظمة الإغاثة الدولية أوكسفام أن نحو 90% من سكان القطاع يواجهون الجوع الشديد، كما أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إلى أن أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد، وأن ما لا يقل عن 10,000 طفل دون الخامسة قد يفقدون حياتهم من الجوع خلال الأسابيع القادمة. على الرغم من دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح قادمة من الأراضي المصرية، إلا أنها لا تغطي سوى 10% من الكمية التي يحتاج إليها سكان القطاع بحسب الأمم المتحدة التي حذرت من الأزمة الإنسانية العميقة في القطاع، مشيرة لمعاناة نصف السكان من الجوع الشديد والحاد مع عدم تمكن معظمهم من الحصول على الطعام لمدة يوم كامل وبشكل مستمر.